جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: يا فضيلة الشيخ، كان عندي محل أدوات مكتبية، يقول: وقبل حلول الزكاة بثلاثة أشهر بعت ذلك على شخص آخر، فمن الذي يدفع الزكاة؟ هل تجب الزكاة علي أم على الشاري؟ يا سبحان الله، كل يدفع زكاة ماله. أنت عندك الدراهم التي بعت بها تزكيها، وهو عنده المواد إذا كان يريدها للبيع أيضا يزكيها، يعني قومها بما تساوي عند تمام الحول على رأس المال ويزكيها، فكل يزكي ملكه. نعم.